متابعي قناة كوراستار، أهلا ومرحبا بكم من جديد. فرجاني ساسي يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل موقعة المغرب. علق فرجاني ساسي نجم نادي الزمالك على مباراة نهضة بركان المقرر لها يوم الأحد في مباراة الذهاب بالمغرب في الساعة 12 صباحا. وأكد ساسي في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم أنه على أن ثقة في تحقيق نادي الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وأضاف: كنت أتمنى المشاركة في النهائي الأفريقي، لكن ظروف الإصابة لم تسمح لي بذلك. وأكمل أنه لديه الثقة الكبيرة في قدرة زملائه على رفع التحدي والفوز باللقب القاري. واختتم فرجاني ساسي تصريحاته أنه سيكون متواجدا في مصر لحضور مباراة العودة من أجل الاحتفال بالتتويج الأفريقي. الغيابات: تضرب نهضة البركان قبل لقاء الزمالك بالكونفدرالية، أبرزهم عبد الصمد. سلطت تقارير صحفية مغربية الضوء على قائمة غيابات فريق نهضة بركان المغربي أمام الزمالك المصري في المباراة التي تقام بينهما بعد غد الأحد ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية. وأكد موقع البطولة المغربي أن نهضة البركان سيفتقد لجهود 5 من لاعبيه هم محمد عزيز بسبب إصابة في عضلات الفخذ والعربي ناجي بسبب الإيقاف، بالإضافة لكل من عبد الصمد و